الأخبار الثقافية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. نستهل نشرتنا بالنشاط الوزاري، حيث تشرف صباح اليوم وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية وفاء شعلال على الدخول الأدبي بالمكتبة الوطنية الحامة لحضور ندوة علمية حول المقاومة والثورة متزامنة مع الذكرى 189 لمبايعة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية. ومن المنتظر أن ينشط هذه الندوة مختصنا في التاريخ. ولتفاصيل أكثر سنعود إلى الموضوع في وقت لاحق. أعلنت ملكة جمال اليونان رافائيلا بلاستيريا انسحابها لمسابقة ملكة جمال الكون الذي ينظمه الاحتلال الإسرائيلي شهر ديسمبر الداخل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أعلنت ملكة جمال اليونان رافائيلا بلاستيريا انسحابها من مسابقة ملكة جمال الكون التي ينظمها الكيان الإسرائيلي في شهر ديسمبر المقبل. وقالت رافائيلا: لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن شيئا لم يحدث بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك، في إشارة إلى فلسطين المحتلة. وفي تدوينة أعربت بلاستيريا عن إعجابها بالشعب الفلسطيني، حيث كتبت: قد لا أعيش في فلسطين، لكن فلسطين تعيش في قلبي إلى الأبد. ويأتي موقف ملكة جمال اليونان مماثلا لموقف ملكتي أندونيسيا وماليزيا، في حين سيشارك المغرب والإمارات في المسابقة. وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت حكومة جنوب أفريقيا سحب الدعم عن ملكة جمال البلاد الحالية بسبب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون التي يستضيفها الكيان الصهيوني. وعلى هذه الخلفية أقرت حكومة جنوب أفريقيا بيانا موضحة من خلاله الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين المحتلة. وإلى موضوع آخر، حيث اختارت الهيئة المنظمة للمهرجان الدولي في دورته السابعة للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدينة مدينة التونسية الفيلمين الجزائريين الإنسان والمتحف للمشاركة في المسابقة التي ستقام في 10 و12 من ديسمبر الجاري. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أعلنت الهيئة المنظمة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في دورته السابعة بمدينة مدنين التونسية عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة التي ستكون في الفترة الممتدة ما بين 10 و12 من ديسمبر المقبل. وسقط الاختيار على الفيلم الجزائري الإنسان للمخرج عصام تعشيت، الذي تروي أحداثه قصة طفل مصاب بالتريزوميا يحلم أن يشارك الأطفال الأصحاء في لعبة كرة القدم، لكنهم يقابلونه بالرفض. الفيلم يبرز معالجة اجتماعية لمدى معاناة هذه الفئة من الأطفال في المجتمع وما يتعرضون له من تنمر وتهميش. كما سيدخل الفيلم الوثائقي المتحف، هو أيضاً ضمن المسابقة، للمخرج جمال باشا. ويسرد الفيلم قصة رجل مهتم بجمع مستلزمات التراث الأمازيغي، ومن خلاله يهدف المخرج إلى المحافظة على قيم التراث الأمازيغي وتبيان ماهيته. وإلى السينما، حيث يشارك الفيلم الروائي الطويل هيليوبوليس لمخرجه الجزائري جعفر قاسم روائع عربية في المهرجان الدولي في طبعته الأولى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية من 6 إلى 15 ديسمبر من الشهر القادم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. Dehors, la chasse aux Arabes fait rage. Avec une violence tu peux pas imaginer. C'est un véritable massacre. يحظى فيلم هيليوبوليس لمخرجه الجزائري جعفر قاسم بمشاركة قوية في المحافل الدولية، لا سيما مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
بمدينة جدة السعودية من 16 إلى 15 ديسمبر من الشهر القادم. تدور أحداث الفيلم الروائي هليوبوليس الذي سيمثل الجزائر في المحافل الدولية على غرار مهرجان البحر الأحمر وجائزة الأوسكار لسنة 2022. يعرض لأول مرة في إفريقيا المقتبس عن أحداث واقعية حول شخصية زيناتي أحد ملاك أراضي ببلدة هليوبوليس بولاية جلما شرق الجزائر وابن قايد الذي تأثر بالأفكار الإدماجية. غير أن ابن زيناتي الطالب الشاب يتمنى المطالب المنادية باستقلال الجزائر. ما نحبش نشوفه معك وليدك في حل وعنده القلب مرمى وطفرح به. حاولت نحصر الأحداث في قصة عائلة زيناتي كيفاش عاشت الأحداث، لأن بالنسبة لي متأكد من خلال وش قريت وش تعلمت من خلال السينما العالمية أنه مهما كان التاريخ الخيال هو اللي يساعد باش تحكي التاريخ. يتضمن برنامج المهرجان 138 فيلما من 67 دولة، ويعرض في الافتتاح فيلم سيرنو للمخرج البريطاني جو رايت. نبقى دائماً مع جعفر قاسم الذي رد على احتمالية وجود عاشور العاشر في جزء جديد كما أكده في هذا التصريح. للأسف ما راح يكون جزء رابع لعاشور العاشر، لأنه هو أصلاً الكتابة تاعه كانت مخدومة باش يكونوا 3 أجزاء، ما عنديش توضيح آخر. وإلى الموسيقى، حيث أحيت بحر هذا الأسبوع الفرقة الموسيقية الجزائرية الداي على مسرح اليوبيل في إكسبو دبي 2020 حفلاً موسيقياً يمزج بين طابع الفلامينكو والشعبي والديوان، وهذا أمام جمهور غفير استمتع بمزيج من الأغاني الأصيلة بشكل عصري. ويندرج هذا الحفل الذي نظمته الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالشراكة مع جناح الجزائر بدبي إكسبو 2020 المتواصلة فعاليته إلى غاية 31 مارس من العام المقبل بالإمارات العربية. أكثر تفاصيل في هذا التقرير. حفل فرقة الداية الجزائرية دام قرابة الساعتين، أدت فيه الفرقة أكثر من 10 مقاطع موسيقية تمزج بين العديد من الطوابع الموسيقية على غرار الديوان الشعبي الصنبا والصلصة، حيث استمتع الحضور بكل لحظة من هذا الحفل الذي أعطى شعورا بالحميمية والألفة. وشهدت الأمسية الموسيقية تفاعلاً كبيراً بين فرقة الداي والجمهور الجزائري الذي ردد في انسجام كلمات الأغاني مع عناصر الفرقة التي أنشئت سنة 2009 عقب لقاء بين مجموعة من الشباب المنحدرين من حي حسين داي بالجزائر العاصمة. تقدم الفرقة مزيجاً من الطبوع الموسيقية محافظة بذلك على التراث الموسيقي الجزائري. تشتهر الموسيقى الجزائرية بتفاعلها مع الثقافات الأخرى وبشكل خاص الثقافتين الغربية والشرقية، ما يجعلها قريبة ومحببة إلى مختلف الجنسيات، ليبقى هذا الحدث العالمي بوابة لاستقطاب الزوار إلى الجزائر الغنية بإرثها الثقافي والتاريخي العريق. وإلى القاهرة، حيث يستأنف مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي نشاطه، حيث ينظم دورته 28 في الفترة الممتدة ما بين 14 و19 ديسمبر المقبل بعد توقف بسبب جائحة كورونا. المهرجان سيعرف عرض 14 مسرحية متنافسة تمثل دول فلسطين، تونس، مصر، السودان، المغرب، الكويت، الإمارات، السعودية، إيطاليا، ألمانيا، أوكرانيا، أندونيسيا
وأعلنت مصر أنها ستشارك بعملين الدفيلي والجوزاء. وينتظر أن يسترجع أو يسترجع أقول مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي صورته المعتادة من خلال دورة تعرف مشاركة عربية وأجنبية وتحترم فيها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وتقام خلالها ورشة مسرحية. وإلى سوريا، حيث فتكت آلة الحرب الدائرة بسوريا بالصناعة الدرامية في البلاد بشكل ملحوظ، إذ يجمع المختصون والمشاهد العربي على تفوق الدراما السورية التي عرفت توهجا خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، محتلة بجدارة الشاشات العربية، وحلت اللهجة السورية ضيفا مكرما على معظم البيوت العربية. إلا أن نرى الحرب التي شهدتها سوريا طالت مسلسلاتها الدرامية وقللت من إنتاجها. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. اللي فهمته منه، أين أصبحت الدراما السورية؟ تساؤل يطرح اليوم مع مرور ما يقارب 12 عاما على بداية الصراع في البلاد. عادت مشكلة نقص الأسواق إلى الواجهة مجددا في ظل الحرب السورية، مع إعلان حكومات عربية وعلى رأسها الخليجية مقاطعة الأعمال السورية، ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد المسلسلات السورية في الفضائية العربية وعلى رأسها الخليجية. مغادرة والعديد من نجوم الدراما السورية البلاد انعكس على جودة العمل الدرامي، وبدأت معه الأعمال السورية المنتجة داخل البلاد تتراجع بسبب عوامل أخرى تتعلق بدمار البنية التحتية وصعوبة اختيار أماكن التصوير على امتداد فترة الصراع. مع تراجع تداعيات الحرب وبداية ظهور بارقة في النفق المظلم الذي دخلته سوريا على مدى عقد من الزمن، تبرز أهمية الدراما كسفير فني وثقافي إلى العالم العربي. بهذا نأتي إلى نهاية النشرة، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.